للحيوان السري قريب مشهور ليس بالطائر أو من الزواحف، وهو رقيق جدا وله غطاء سميك من الصوف. قد يكون حيواننا السري ثور الياق، وقد وهبه الله تعالى وبرا خشنا يحميه من برودة الجبال. هناك الياق البري والياق المدجن. الياق البري يعيش في مستويات عالية جدا قد تصل إلى 6000 متر عن سطح البحر، متفوقا على أي حيوان آخر، لذلك يستطيع البقاء في درجات الحرارة المتجمدة. وعندما يتنقل القطيع عبر الثلوج يسير في خط واحد بهداية من الله، حيث يضع كل حيوان من قوائمه في الأثر الذي خلفته قوائم الذي سبق، وبهذه الطريقة تتأكد من سلامة الطريق. ولكن الياق البري أكبر حجما من المدجن، والذي يستخدمه السكان في حمل البضائع ويوفر لهم الحليب والصوف، لكن الياق ليس حيواننا السري.